كل شيء راه غالي. تاعش غالي؟ كل شيء راه غالي، جلبان غالية. أنا ما تورينيش في الكاميرا، تعطيني ديري فيلم. فيلم المصنع، فيلم المصنع، فيلم المصنع. حزمة المصنع اللي ديتوها. الخضر اللي بزاف هنا عندنا البصله ولكن الفاصوليا اللي هي خضراء. المشكل تاعنا هنا في دائره والهاصه هو السوق. المارشي ما عندناش، وهذا المشكل راه من زمان، والمسؤولين المحليين ما يتجاوبوش معاه. اي مسؤول سوا دي زومي ولا رئيس دائره ما كانش تجاوب مع الفلاحين. الطرقات تاع الفلاحه مكسره ولا طريق مخدوم، رغم الشكاوي والجمعيات والجزائر الجديده وكلها، بصح ما كانش الاذان صغير. كان فيه تجاوب من طرف رئيس الدائره، دار هنا نزول ميداني، بصح من بعد ما كان والو، ما كانش دراسه ولا قال غادي نديروا السوق تاع 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 الخضره هنايا. والمنطقه هذه كما نقولوا فلاحيه 100%، بصح مكسرين الفلاحه. العام اللي فات كورونا قعدنا نطاشوا في الطرقه نزلوا الخضره، وجدرام يحوزوا فينا ويدونا في الكواغر. المشكل هذا راه من هذه من 84 ولا 85. ان شاء الله مدير الفلاحه تاع ولايه عين تونس، مدير التجاره للوالي، وزير الفلاحه، وزير التجاره، شوفوا فينا يعني ويحلوا لنا مشكل هذا السوق في اقرب ان شاء الله. وان شاء الله تكونوا بخير عليكم. شكرا. كي يشوف الرمز نتاع التوسيم هذا يعرف باللي المنتوج، المواطن يعرف باللي المنتوج هذا فايت تحت الرقابه اللي هي تشرف عليه الجمعيه ويشرف عليه المعهد. ان شاء الله يبارك ساعه طول هذا. شكرا لكم.
السياحة، نقدم رسالة للمدير السياحة. ياش احنا اللي نعاونوه، احنا اسر منتجة وبن هذا التوسيم نعاونوا السياحة. هذا السائح اللي يجي واش يجي يدير؟ خاص يجي يتعرف على منتوج، يجي يشري منتوج، يجي للصناعة التقليدية تاع البلاد عندنا، يجي للأطباق، الأطباق نتاع الموسيقى اللي هي في في منتوجات محلية طبيعية، عادات نوعية ربيعة، يجي للأمور، يجي للفلاحة الجبلية، يعني يخرج يشوف. هذا السائح احنا اللي نروجوا له. أقول للمدير السياحة هذا بعد هذا التاجر يوميا عنده السلعه نتاعنا هذه يوميا. خلي رابح يوميا عندها كميه كبيره من الخضره 15 اللي موجود بها السوق نتاعو. السوق نتاعو نلاحظها ان شاء الله. بارك الله فيك. نشوفوا فيها من هذا البصل، من هذا الجلبان، من هذا الفول. ها هو المصداق من هذا الفول، من هذا يعني السلعه نتاع المنطقه هذه السويد. يوميا هي في تدخل البصلة تاع البلاد، تتباع تاع البلاد تاع هذه، تتباع تاع ولاية أخرى. أنا باش ربي يدهر.